دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. يصبح الخير، يصبح النور. أهلا وسهلا فاطومة. أهلا وسهلا، شنو أحوالك ميرا؟ لاباس عليك؟ الحمد لله لاباس. اليوم 25 نوفمبر اللي هو ثالث يوم من احتفالات القوس بأعياد ميلادهم بالخير السعد، وإن شاء الله زيدا كل عام هما حيين بألف خير. وإيش خير زيدا من الأخبار الحلوة؟ الكيفة الأبراج النارية كما الحمل عنده اتصال من الحبيب يفرهد على القلب وتلقى إجابة على كيفة تساؤلاتك. الثورك تتخلص من مشاكلك الشخصية على قريب، فما عقد جديد. حتى البشارة المالية باش تكون من نصيب الجوزاء، فما فلوس في الطريق. انت من اكثر الابراج اللي باش تكون حظوظها المالية كبيرة في اخر ايامات الشهر الحالي. وسي سرطان المستقبل يبشر باجواء جيدة. راهو يميرة الحظ حليف، والايامات هذه يعيش الراحة النفسية، تتغير الاحوال وتتحسن زيدا وضعيته الصحية. زيدها طاقة الايجابية ترافق كل الابراج النارية كيف ما حكينا. اقبلي شوية مع الحمل. اليوم زيدا نلقاو امبراطور السعادة اللي هو برج الأسد، عنده الفرحة، عنده جديد مفاجأة باش تخليه يجنح وطاير فوق السحاب. صح، لكن عندي احتراز وما نقوله للعذراء. مش هكا رانا نتعاملوا، مش هكا كيف الحبيب. ركز، خمم وحاول زيدا تواجه، تناقش امورك وزيدا تتقبل اخطائك بكل روح رياضية. الميزان راهو يحقق انتصار وينجح مفاوضاته المهنية. العقرب راهي فترة ولا في الاحلام يعيش تغييرات بالرغم من بعض الازمات، عنده جديد وعنده زيدا الأخبار السارة. ومولود اليوم من برج القوس فيق، خليك تستقبل انهارك بكل روح إيجابية. راهي فترة باش تكون ولا في الأحلام. إلي جدي راهي الفرص موجودة، فما كسب جديد وإن شاء الله زيدا نجاح يرافق كل خطواتك. والأحداث والتطورات زيدا الزينة السنة في الدلو، عنده نجاحات إن شاء الله زيدا الحظوظ الممتازة ترافق كل خطواته. ونختم مع حوتنا اللي هي فترة اتصالات أخبار زينة، ويستنى مفاجأة مع آخر أيامات الشهر الحادي اللي هو شهر نوفمبر. يعطيك الصحة يا فاطومة. دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.